يا استاذه داليا اهلا بيكي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. يا دكتور، انا كنت وزني 130 كيلو تمام، وخسيت وزرت لحد 79 كيلو. كويس جدا. الخسسان بس ده كان تحت اشراف دكتور ولا اجتهادي؟ لا طبعا مع نفسي كده، كنت لا مقللة طبعا كل مع حاجة. نفسي، يعني زي ما يكون الطبيعي ان الناس بتخس لوحدها. لا تمام، طبعا، بسمع حضرتك. لا يا دكتور، انا بتكلم في ايه، في ان انا كنت بظبط اكلي، يعني مثلا بدل ما اكل رغيف اكل ربع رغيف، اكل كده. اللي فطبعا كنت لسه بتكلم عليه اللي هو الاكل الموجود بس بكميات اقل. بالظبط كده، ولو تمام، حاجه مره بقلبها حاجه مشويه. كويس. انت نجحتي انك تخسري 50 كيلو لوحدك، وده طبعا نجاح كويس، خصوصا لو صحتك كويسه او الحمد لله ما تاثرناش. الحمد لله. بس في مشكله يا دكتور، انا بقالي حالا اتفضلي. 5 سنين الحمد لله، يعني ماشيه كويس قوي حلو جدا، وثابته. حلو جدا جدا، ممتاز. فالوقت حاليا يا دكتور بقالي حوالي 3 شهور مايله للاكل جدا، وبدات ازيد، ده اللي مضايقني جدا، ومش عارفه ابتدي ارجع يعني اظبط. انت طب واخد انتي بالك يا دكتور؟ نفسيا مستقرة يا استاذة داليا؟ عشان بس لا، شويه ابعد. شويه يعني، مش على لا طول. العادي، ما الحياة ما بتخلاش من المشاكل، انا بس عايز بالظبط، استبعد الجوع النفسي او الجوع بسبب التوتر او الضيق. هو ممكن فعلا يكون بسبب التوتر. انا مش قادره، مش عارفه اظبط، مايله للسكريات، حاسه ان انا عايزه اكل سكريات، حاسه ان انا عايزه اكل، باوقات بحس ان انا جعانه بس انا مش عايزه اكل، بس جعانه. جعانه ولا زهقانه فعايزه تاكلي او متوتره فعايزه تاكلي؟ ممكن تبقى حاجه زي كده. تمام، في اسئله تانية عند حضرتك؟ لا بس انا عايزه اعرف امشي على انهي نظام بالظبط عشان ابتدي ارجع، لان فعلا ابتديت حسيت ان انا امله. وصلت لكام دلوقتي يا فندم؟ لا انا مش عايزه اوزن، عشان حاسه ان انا لا ده لو لازم توزني، ما هو لازم انا توزني. ابتدى يبان على، يعني حسيت ان انت يعني حسيتيها في ممكن شكل جسمك او في الهدوء؟ بالظبط، يعني تمام مش بالفظاعه اللي انا كنت فيها الاول. تمام يعني ابتدى يظهر لي بطن شويه، ابتدى يظهر لي اضعف شويه. انت واخد بال حضرتك يا دكتور؟ بس تمام اهلا بيكي، فعايزه وهرد اقدر على اعرف حضرتك اعمل حالا. ايه. حاضر، اهلا وسهلا. طبعا استاذه داليا، انت زي ما كنت بقول انت نجحتي انك تخسي حوالي 50 كيلو بدون مساعده دكتور او مش تحت اشراف دكتور، وبتقولي بقالك 5 سنين وصحتك كويسه، وطبعا كده انت كل مقومات النجاح موجوده، خسيتي ما رجعتيش تتخني، صحتك كويسه، وده كويس. بس هو كان في حاجه صغننه بس، هل ال 50 كيلو اللي خسيتيهم دول النسبه الاغلب منهم دهون ولا لا؟ هل كنا بنخس وبنلعب رياضه ولا لا؟ طبعا سؤال الرياضه ده انت كنت هتجاوبيني عليه، لكن نسبه الدهون ده كنا لازم نعمل ان بادي زي ما قلنا. طب فلنفترض ان انت خسيتي فعلا كل دهون والامور كلها طبيعيه وكله كويس جدا، المفتاح الاساسي اللي ده عمر ما الدكتور بقى هيحطه فيكي او هيساعدك عليه او هيقنعك بيه هو الاراده. يعني انا عمري ما هقول لك جمدي نفسك او امسكي نفسك او خليكي كويسه او اثبتي، ايه ارادتك هي اللي بتحكم تجربتنا. انا مرشد، انا مساعد، انا بقولك ازاي تحققي ده، لكن عمر ما الاراده بتيجي من دكتور الدايت. ودايما كل مريض قبل ما يروح يكشف عند دكتور لازم يكون متحفز كويس جدا جدا، لازم يكون عنده الاراده القويه اللي هيتبع وهيسمع بيها تعليمات الدكتور عشان يخس. فالاراده دي بتيجي من المريض نفسه. رقم 2، ظبط المود والحاله النفسيه. زي ما كنت سالتك هل الحاله النفسيه في توتر زياده عن اللزوم، لان طبعا ربنا يعني يساعد الكل، ضغوط الحياه، ضغوط من كل الجوانب، انا بسال لو حاجه زياده شويه احاول على قد ما اقدر اتكيف معاها، لو ما قدرتش ان انا اتكيف معاها احاول ما افكرش فيها، لان ده بيأثر بالسلب بقى على برنامج العلاج او برنامج الرجيم، او لو كنت خسيت بترجع اتخن تاني. انا نفسي زهقان فبفتح التلاجة اشوف فيها ايه، عندكم ايه، يعني ايه اللي موجود كده، ادوق من دي حتة، اخد من دي حاجة، الاقي نفسي زهقان عمال افكر في مشكلة معينة اروح متصل عامل اوردر ديليفري وانا مش جعان اصلا، الاقي نفسي زهقان فعايز بقى اي حاجة مسكرة عشان تقلل احساس الزهق واحساس ان المود مش متظبط، لان الحلويات والسكريات من طبعا الحاجات اللي بتحسن المود. فبنحاول على قد ما نقدر نظبط حالتنا النفسية عشان ما نستسلمش للزهق اللي ممكن يخسرنا. الحاجة الثالثة والاخيرة، زودي الرياضة. لو انت كنت متعودة انك بتعملي نص ساعة كل يوم مثلا مشي او تمرينات، لا خليها ساعة الا ربع، خليها ساعة، لانها بتحسن المود وبتزود من معدل الحرق. فاللي هو لو لخبطت في حاجة كده زيادة او حاجة كده بعد مشوار الخسسان ده، على الاقل اكون حرقتها بالرياضة الزيادة، فما ترجعيش تتخني مرة تانية. معانا ام احمد على التليفون.